السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في تكملة درس Good Morning. فرح نأخذ اليوم قاعدة Possessive Adjective والتي تدل على الملكية، والصفات الملكية تأتي مع هنا خاصة في هذا الدرس مع هنا للمفرد Singular فقط. فرح نتعرف على Singular، فالضمير الفاعل هي I والYou والHe والShe. طيب تأخذ صفات الملكية، مثلاً I تأخذ my، واليو راح تأخذ your، لك he his يعني له، she لها، أوكي. وتأتي الصفات الملكية للمفرد والجمع، لكن هنا في هذا الدرس راح يكون للمفرد فقط، فنتعرف على المفرد. طيب تأتي الصفات الملكية، تأتي قبل الاسم وليس بعد، راح نعرف هذا بالتفصيل. وتأتي متصلة، أي يأتي بعد اسم الشيء المملوك، وبإذن الله سوف نتعرف أيضا على هذا الشيء. مثلا my name is فاطمة، يعني أنت اسمي أنا فاطمة، اسمي أنا فاطمة، أوكي. فلازم تستخدمين الصفات الملكية، لأن الاسمك يعود لملكك، يعني لك أنت، يعني أو لك أنت، يعني my name is فاطمة، my name is علي، my name is حمزة، my name is عبد الله، my name is ياسر، my name is فارس، my name is غادة، my name is نورة، my name is هدى، my name is مثلا جمانة، my name is، أي اسم اللي تحبون تنادون فيه أو اسم أساميكم، فتتعرفون نفسكم مع الصفات الملكية يعني. طيب my car، أي شيء مثل ما قلنا لازم يكون هناك شيء مملوك لك، فهنا تقول مثلا my car، okay my book، إنها سيارتي، إنها كتابي، إنها أختي، إنها أمي. بهذه الطريقة يجب عليك باستخدام my، مثلا سيارته his car، كتابه his book، مثلا للبنت her car سيارتها، her book كتابها، her mother أم her mother يعني أمها، أمه، أخته، أختها. فتستخدم his والار، your father، your mother، your sister، أمك، أبوك، كتابك، سيارتك، أوكي. فهذا تستخدم باليور، أوكي، بمعنى لك. طيب هنا is صيغة السؤال، كيف يعني نسأل في صيغة السؤال؟ is your name منى، هل اسمك منى؟ is your name أمل، هل اسمك أمل؟ فإذا كان اسمك منى فتقولين yes I am منى، وإذا لا فتقول no I am not منى، I am مثلا ليلى، I am غادة، I am نورة، وهكذا. is your name مثلا هنا للمذكر ممكن نستخدم هنا محمد، is your name محمد، هل اسمك مثلا محمد؟ فتقول لا، إذا كان لا فتقول no my name is علي، وإذا كنت نعم، إذا كنت محمد فتقول yes my name is محمد. طيب your book، your book، okay is this your book، هل هذا كتابك؟ is this your brother، هل هذا أخوك؟ is this your mother، هل هذه هي أمك؟ هل هذه هي، هل هذا هو أبوك؟ يعني صيغة السؤال، okay is your، is this your book، is this your father، وهكذا يعني صيغة السؤال. لكن نكتفي فقط باللي مكتوب عندكم في الجرامر بوك، is your name منى، is your name امل، يسهل عليكم الفهم. وايضا هنا مثلا his name is john، his name is george، his name is علي، his name is أحمد، اسمه جون، اسمه جورج، اسمه علي، اسمه أحمد، أوكي. هذا يعني تعرفون يأتي قبل الاسم وليس بعده، بمعنى الصفات الملكية اللي جاية اللي هنا باسم، يعني الاسم جاي بعده وتأتي قبل الاسم هنا بهز. وإذا ويعني أيضا يعني حاجة
للشيء المملوك يعني متصلة أي يأتي بعد اسم الشيء المملوك، فمثلا his bag حقيبته، سيارته، كتابه، هذا للمذكر. his تستخدم للمذكر المفرد في الصفات الملكية بمعنى للشيء المملوك يعني his bag, his car, his book. أوكي مثلا أمه his mother، أبوه his father، أخوه his brother، أخته his sister. أوكي عمه خاله his auntie his uncle إذا كان أولاده his son. أوكي his friend أصدقاؤه وهكذا. وهنا للمؤنث her، her name is نورة، her name is منى، اسمها نورة، اسمها منى. مثل ما قلنا هنا تأتي قبل الاسم وليس بعده، تأتي قبل الاسم، اسم جاء بعدين وقبلها جاء صفات الصفة الملكية. her name is نورة، her name is منى. مثلا هنا شيء ملك لها خاص لها، فمثلا her bag حقيبتها، سيارتها، كتابها. اوكي ان شاء الله فهمت الدرس وسهلت عليكم الامر وسهلت عليكم الامر. طيب نشوف بعض من التدريبات هنا. هنا في ال possessive adjective complete the sentence with possessive adjectives. he is a teacher، هو مدرس. اسمه مستر فرهاد، فنستخدم هو اسمه هو هنا بالصفات الملكية his. okay I'm a student، I am، my name is عائشة. ها حاجة تملكين لنفسك يعني my name is عائشة. طيب he is the director، هو المدير التنفيذي. okay his name is Mr. حريري، اسمه حريري. his name is Mr. حريري. وهنا this is Henry، هذا هو هنري، اسمه الأخير باتريك، فأكيد يعود على الباتريك. ها جاء اسم الأخير، ها بعد قش يجي قبله صفة الملكية his. okay طيب هنا complete the conversation then practice with my partner، اكمل المحادثة ثم تدربها مع صديقك. words بعدين هنا جاي name، بعدين هنا مكتوب his يعني احنا جالسين نتكلم عن ولد، عن مفرد المذكر. اوكي فهنا الصفة الملكية جاية his، his name Luke، فعرفنا انه مفرد لازم يكون is. وهنا هنا الصفة الملكية اسمه، اسمه. اوكي what's his name، ما اسمه. اوكي his name is Luke. وهنا what's her name، ما اسمها، ما اسمها. اوكي عرفنا ليش هنا الـ A والـ B لانها محادثة، فان راح نعرف من المحادثة من هذه الصفات تتكلم عن مثلا she والـ her تتكلم عن البنت، واذا شفنا his او مثلا his يعني عرفنا انها للمذكر يعني. اوكي والـ her هنا her name is Debbie she is my neighbor، انها جارتي. اوكي فممكن تستطيع ان تكتب الاز كاملة او تقدر تستطيع ان تكتبها الابوستروفي بطريقة المختصرة، لان اكثر شيء طريقة الاختصار في المحادثة تكون ابوستروفي. طيب الطريقة المختصرة وقد بيناها ووضحناها في الدرس الماضي. طيب mom this is رفيعة and this is Asma، امي هذه رفيعة sorry mom this is رفيعة، امي هذه رفيعة and this is Asma وهذه أسماء، يعني تتكلم عن بنتين رفيعة وأسماء، فأكيد راح ياخذ ها ضمير الفاعل they are my friends، they are my friends. okay welcome to sorry nice to meet you، فرصة سعيدة بلقائكم. okay welcome to English class، مرحبا بكم في English class. name is Mrs. Nadia، خلاص شاء حاجة عرفتوها name is أكيد يعني my name is Nadia يعني مرحبا بكم في صفي، في صف اللغة الإنجليزية، اسمي أنا أبلا نادية. فhello Mrs. Nadia I am Yasmin. okay hello Mrs. Nadia I am Yasmin. طيب
هنا نحل complete the conversation use the phrase in the box. نكمل المحادثة باستخدام هذه الكلمات في في البوكس. اوكي هاو ار يو، كيف حالك، سي يو ليتر، اراك غد، اراك لاحقا، جود مورنينج، صباح الخير، ماي نيم از، اسمي انا، نايس تو ميت يو، فرصه سعيده بلقائك، جود ايفنينج، مساء الخير. طيب هنا يقول روبرت بات ماي فريندز كول مي بوب. اوكي هنا الكنيه، فاكيد ماي نيم از روبرت بات ماي فريندز كول مي بوب. اوكي ماي نيم از، my name is الأولى. طيب هنا I am Badr. Hi I am Jim. أهلا أنا بدر وأنا جيم. فهنا nice to meet you يعني عرف على نفسه. Hi I am Jim. فقال له فرصة سعيدة بلقائك. طيب هنا مثلا جت كلمة thanks و fine، فنقول how are you Rick. خلاص إذا كان how are you خلاص هذا معروف، fine thanks، fine thanks وهكذا. طيب هنا باي تيك كير يعني التوديع، اكيد يا اما تقول له سي يو ليتر، ابينا ما في شيء اخر غير هذا، سي يو ليتر اراك لاحقا. طيب هاي علي، اهلا علي، جود مورنينج، جود مورنينج. طيب الليسننج راح تناقشونها في الصف، وممكن هنا البرونسيشن طريقه النطق، مثلا تقول واتس يور نيم، واتس يور نيم، ما اسمك، هاو ار يو، How are you؟ لازم تتدربون عليها. How are you؟ يسهل عليك كيف حالكم، أو كيف How are you؟ كيف حالك، كيف حالك، وهكذا. How is it going؟ كيف الأمور ماشية معكم. How is it going؟ How is it going؟ What's your name؟ What's your name؟ How are you؟ How is it going؟ Okay؟ هذه طريقة النطق الصحيحة في اللغة الإنجليزية. طيب الطلاب اللي حابين ان يتعلمون اللغة الانجليزية، فانا انصحهم انهم لازم يعني يقرؤون about you، لازم يكون عندك زميل او زميلة تتدربون في هذا الحوار، لانه يسهل عليكم النطق الصحيح في اللغة الانجليزية وبطريقة السؤال والاداء. يعني هنا how do you spell your first name، كيف تهجي اسمك الاول، مثلا مثالا اسمك نورة، فتقولين n o r a، n o r a، n o r a بمعنى يعني اسمي نورة، يعني ما تقولينها مثلا اسمي نورة، لكن يجب عليك يعني تهجي بحرف الأبجدي، مثلا هنا تقولي N O R A، N O R A، How do you spell your name؟ N O R A، هذه الطريقة التهجي في اللغة الإنجليزية. فمثلا اسمك علي، فتقول A L I، A L I، مثلا عليه بهذه الطريقة، هذه الطريقة التهجي. فاسبل يعني بعض الأمريكان أو بعض الأجانب لا يعرفون النطق الصحيح الأسامي العربية، فعليك أن تهجيها يعني. أوكي how do you spell your last name، كيف تهجي اسمك الأخير، مثل ما قلنا إذا كان اسمك مثلا الأخير علي فتقول A L I. أوكي وإذا كان اسم قبيلتك فأنت أعطي اسم القبيلة كاملة، مثلا الشهري، القحطاني، الشمري، تعطيها بال A L وهكذا. أوكي طيب What do your friends call you، ما هي كنيتك أو ما هو أصدقائك ينادونك عليه، سواء كان للبنت أو للمذكر أو للمؤنث. يعني إذا كانت بنت مثلا اسمها نور، فمثلا تحب أن أحد يناديها نوري فتقولوا لها نوري، وإذا كان عزيز فاسمه عزوز، فمثلا they call me عزوز، they call me نوري، وهكذا. What's your best friend's name، ما هو اسم صديقتك أو صديقك المفضل، فمثلا إذا كان أحد من أصدقائك مذكر أو مؤنث فهنا تقول علي أو فاطمة أو أي اسم أسماء من أصدقائكم المفضلين. What's your dad's name، ما اسم أبوك،
أو أيضاً مثلاً هنا بالطريقة الرسمية إذا نريد أن نسأل أحد What's your father's name? أو What's your mom's name? What's your mother's name? What's your brother's name? What's your sister's name? وهكذا. Okay. تسأل عن اسم الأب والأم والأخ والأخت وهكذا يعني, وحتى اسم البسة يعني. What's your pet name? إيش هو اسم الحيوان الأليف مالك يعني. What's your brother's name? ما اسم أخوك. What's your teacher's name? ما اسم الأستاذ أو الأستاذة أستاذتك يعني أو أستاذك. ما اسم أخت أخوك أو أخوكي. Okay. How are you today? كيف حالك اليوم؟ Okay. وأتمنى أنكم استفدتوا الدرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.